أعود الآن إلى زميلي الكريم أحمد أبو زيد. أحمد، أنا ممن يعرفونك جيدا، وأنت رجل تخصصه هذا التأمل السياسي الذي يكشف ما يراد عدم كشفه، ولهذا أسألك، هل تتصور أن حكومة نتنياهو لا تريد أن توسع الشقة بينها وبين إدارة بايدن في الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا ربما تلجأ إلى دك رفح بالمدفعية والقذائف من الطائرات إلى آخره، بدلا من اجتياح بري سيغضب بايدن بالقطع؟ أنا هذا السؤال بالأمس أنا سألته لزميلنا رامي جبر في محاولة أيضا فهم الصورة، أخذا في الاعتبار ما يساق من الإدارة الأمريكية بأن المحاذير ليست مرتبطة باجتياح بري لرفح بقدر ما هي مرتبطة بشكل هذا الاجتياح وحجمه. سألت رامي من باب أيضا محاولة فهم الصورة كما تقول محمد، إذا كانت ما تريده الولايات المتحدة أو ما يفهم من مقصدها أنها لا تريد أن توسع من حجم الضرر، إذا كان حجم الضرر هذا يمكن أن يتحقق من خلال عمليات القصف ومن خلال الاستهداف الجوية والمدفعية، فما الفارق من وجهة نظر الإدارة الأمريكية مثلا؟ وربما إذا كنت أنا سألت رامي هذا السؤال فقد يكون بحسبانه سؤالا أيضا يمكن أن يوضع إلى جانب سؤالك فيشكل جوابا. محمد، هل بالفعل الهوة متسعة بين الإدارة الأمريكية التي تقول إن التزاما كاملا بأمن إسرائيل مسألة راسخة للغاية حتى وإن كانت الخلافات قائمة أو موجودة، ودانيال هاجاري بالأمس قال إن الخلافات مع الولايات المتحدة وإن وجدت فإنها تعالج خلف الأبواب المغلقة، وهذا تصريح لافت للغاية لأنه تصريح ذو صبغة سياسية عفوا، وهو يأتي أيضا من ناطق باسم قوات الاحتلال. هذا قصف جديد محمد. نعم. وما أود الإشارة إليه. نعم. هنا أننا جاوزنا الساعة، جاوزنا 60 دقيقة كاملة من القصف المستمر، لذلك أنا ليست صورة الزميل بشير أمامي لكن أنا أسمع صوته جيدا، وقلت لك محمد إني أسمعه بقلبي. هذا الرجل الذي يعاني من ضغوط العمل التي لا تتوقف على مدار 24 ساعة تقريبا يباشر فيها بشير جبر من هذا العمل المخلص والإنساني والنبيل. أحمد، كنت أقول لك إن بشير هو كذلك ورفاقه من أبطال مهنتنا هذه. صحيح، وهو جدير بذلك على المستوى الإنساني والأخلاقي قبل حتى أن يكون على المستوى المهني الذي تألقه وتأنقه باديان تماما ولا يحتاجان لمزيد من الشرح. لذلك أنا أقول محمد أن ما يزيد على 60 دقيقة كاملة من القصف بكل أشكاله، هذه مسألة إذا ما وضعت حتى ضمن سياق درامي فقد تنطوي على مبالغة كبيرة من وجهة نظر متابعيها. لا يفهم حقيقة ما الذي تريده قوات الاحتلال في هذه اللحظة أو في هذه المرحلة. كابنت الحرب كان من المفترض أن يجتمع وأن يقرر، لم يضرب لذلك موعد ولم يفهم بعد ذلك لماذا أرجأ الاجتماع، هل كان له موعد ثم جرى إرجاؤه، هل سيتم الحديث بشكل مباشر عن خطة لاجتياح بري لرفح، وهي بالمناسبة التي كانت قبل يوم واحد من الاستيلاء الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني. تسمع محمد هذا القصف هذا على ما يبدو للغاية. هذا قصف مزدوج. مدون للغاية. هذا قصف مزدوج، هذا كان فيه تزامن بين القصف المدفعي والقصف الصاروخي من خلال الطائرات المقاتلة، والآن تستخدم هذه الرشاشات التي هي على متن المروحيات العمودية. لذلك أنا أقول محمد أن هذه لحظات استثنائية من لحظات الرعب التي يعرفها ربما سكان قطاع غزة، ويا لبؤس المعرفة على قدر خبرتهم، لكنها في هذه اللحظة تشكل لحظة فارقة بقدر ما عاش الغزيون هذه اللحظات الصعبة والاستثنائية في عمر البشرية في واقع الأمر. أن تتحدث عما يجاوز 7 أشهر لم يتوقف فيها القتال عن مستوياته التي كانت تصل إلى ذروتها في أوقات كثيرة، لكن أن يصل الأمر ونحن جاوزنا 7 نتابع فيه هذا العمل العنيف والعنيف للغاية بالقدر الذي نسمع قبل لحظات، بل في هذه اللحظة تحديدا هذا القصف الصاروخي الذي يأتي من الطائرات الحربية المقاتلة متزامنا في بعض الأحيان من شدة وضراوة الضرب الذي لا يترك مجالا، نحن من واقع محاولة الاستشراف الجغرافي نرصده منها هنا. وبشير جبر كان قبل لحظات يقول بالفعل أن الأمر ليس مقتصرا على المنطقة الشرقية من مدينة رفح في أقصى جنوبي قطاع غزة، وإنما حتى المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية اللتان تصنفان من جانب قوات الاحتلال بأنها ليست من بين مناطق القتال وليست من بين المناطق المستهدفة بالإخلاء في المرحلة الأولى كما تعهدت حكومة بنيامين نتنياهو أمام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في محاولة لما تقول أو لما تسميه أنها عمليات الطمأنة.
هذا عمل استثنائي للغاية حقيقة محمد، أن تستمر عمليات القصف، وأنا لا أعلم إذا كان هناك نظر عسكري يمكن أن يتحدث في شيء كهذا أو في أمر كهذا هذا الوقت الكبير والطويل للغاية. إذا كنت تتحدث عن عملية ربما تستغرق بعض دقائق، أخذا في الاعتبار الفوارق الكبيرة بين مستويات التسليح، الفارق الكبير بين الغايات والأهداف المرجوة التي لا تزيد في جملة مساحة القطاع عن 364 كيلومترا طولا بعرضا، شرقا وغربا شمالا بجنوبا، أن تستأهل كل هذا الوقت على مدار ما يزيد على 7 أشهر، أن يأخذ هذا المحيط الجغرافي الدقيق للغاية. نعم عفوا أحمد، لكن حضرني الآن أنك بدأت رسالتك قبل برهة، قبل حتى أن نتصل ببشير جبر، بدأت بالقول أنا لا أريد أن أرجم بالغيب ولا أعرف ما إذا كانت هذه بدايات الاجتياح البري، والآن التأمل أخذنا إلى فكرة أنه ربما يكون القصف المكثف السجادي بديلا للاجتياح البري لأسباب تتعلق بأنه نتنياهو لا يريد أن يغضب بايدن مزيدا من الإغضاب. السؤال هو وهو سؤال في المقابل طرحته أنت ضمنيا قبل قليل، إذا أسقط القصف 50,000 من الشهداء هل يكون بديلا إنسانيا للاجتياح البري عزيزي؟ وكأن البعد الإنساني قد يكون فارقا في سلوك بنيامين نتنياهو، قد يبدو الأمر مستغربا تماما محمد إذا ما قيس بميزان الإنسانية كما تسوقه وتقوله. وبالمناسبة هو بنيامين نتنياهو وهيرتسي هليفي رئيس الأركان وحتى يواف جالنت وزير الدفاع والعضو في كابينة الحرب كان لهم حديث مباشر وقطعي بأنه وصلنا إلى صفقة أو لم نصل، مسألة الاجتياح البري لرفح في أقصى جنوب قطاع غزة هذه مسألة ستكون حتمية، قبلت أو قبل الأصدقاء أم لم يقبلوا ذلك. وبالتالي حتى ما يجري الآن من دوامة قصف سجادي كما وصفته محمد لا يبدو مرضيا أصلا لحكومة بنيامين نتنياهو، أكان ذلك يشكل جانبا من قناعاته أصلا أم إرضاء لشريكي الحكم بطبيعة الحال بتسل إل سموتريتش وإتمار بن غفير. أيا كان الأمر ما يجري الآن قد لا يكون له علاقة باجتياح بري، قد يكون كذلك لا يعلم حتى هذه اللحظة، ونحن سنحاول أن نتابع الأنباء تباعا أولا بأول سواء كان ذلك مرتبط بالبيانات الرسمية التي تصدرها سلطات الاحتلال قوات الاحتلال الإسرائيلي أو كان ذلك مرتبط بما يجري على الأرض، لأنه في كل الأحوال تفعل إسرائيل ما تفعل، تفعل قوات الاحتلال ما تفعل، ولا تقول إنها تباشر عملا فظيعا أو عملا ضخما، هي في كل الأحوال تقوم بعمليات جراحية وتقوم بعمليات محدودة للغاية وتقوم بعمليات لغايات وأهداف بعينها. أقول إن ما جرى الآن، الصوت يبدو مسموعا الآن أيضا أظن محمد، وهذا أيضا شيء أو صنف من صنوف القصف المتزامن، كل الأسلحة التي حاولنا أن نسلط الضوء عليها وكان معنا فيها بشير جبر الآن لا تستخدم فقط على مستوى النسق المتتالي أو النسق المتتابع الذي كنا نشير إليه عند ما بدأت هذه الموجة من القصف في حدود 11:22 ليلا، لكنها الآن تسير بنسق متزامن لا متتابع ولا متوال. وبالتالي هذه مسألة لا يعلم ما إذا كانت تشكل تمهيدا لاجتياح بري تنفيذا لعملية كما يقول أو كما كان يتحدث دانيال هجاري بأنها الرغبة في محاولة التعامل مع أنفاق حماس كما تسميها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أم أنها ربما في محاولة للإفراج عن بعض المحتجزين الإسرائيليين كما كانت تقول قوات الاحتلال الإسرائيلي عندما داهمت بل عندما قصفت مخيم الشابورة بمستويات قصف كانت عنيفة واستثنائية للغاية. لكن المؤكد الآن أننا إذا هذه الموجة من التصعيد غير المسبوقة، هذه الموجة من التصعيد التي تأتي بعد ساعات قليلة ربما من مغادرة الوفد الإسرائيلي المفاوض الذي كان هنا في القاهرة لحضور هذه الجولة من التفاوض على مدار 48 ساعة، كلها حلقات تربط ببعضها لتقول في النهاية بأن مستقبل ما يجري في رفح في أقصى جنوب قطاع غزة سيكون مستقبل التصعيد، صيغة التصعيد هذه قد تكون متروكة لمستويات التنسيق التي تقوم بها حكومة بنيامين نتنياهو مع الولايات المتحدة أو مع الشركاء أو مع من يعنيهم الأمر، سواء كان ذلك مرتبط بمحاولة تنفيذ عملية محدودة أو غير محدودة، محدودة بأي معيار هذه أيضا ستكون مسألة غير متوافق عليها أو ليس لها معيار ناظم يمكن الالتجاء إليه، لكن في كل الأحوال يبدو أن أفق التصعيد هو الأقرب الآن وأقرب من أي وقت مضى محمد.